خلينا نروح دلوقتي كمان مع حضراتكم لمهند. مهند الطالب اللي طلب من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تدريس مادة للاحترام واحترام الآخر، كمان كان رد الرئيس هنعملها فورا. وبالفعل تم وضع مادة القيم ضمن المناهج الدراسية. احنا معانا دلوقتي على التليفون الطفل مهند عماد. صباح الخير عليك يا مهند. صباح الخير، ازي حضرتك يا استاذه همانة؟ وبصبح على حضرتك يا استاذ احمد. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ صباح الخير يا مهند، اهلا بيك. ويعني انت منورنا في صباح الخير يا مصر. و بنوكو يا فندم. طيب مهند، قول لي بقى، يعني فكره انه تعليم ماده الاخلاق كان ايه هدفك منها؟ ليه حسيت ان انت محتاج انه تدرس هذه الماده؟ فكرتي منها يا فندم، او فكرتنا كقادرون من الماده دي، عشان اقترحناها على الفخامه الرئيس، كنا عايزين هدفنا ان احنا نوصل قيمه، نوصل معنى، نوصل للناس كلهم مش للاطفال بس، ان احنا فعلا قادرون. وده اللي فخامه الرئيس تبناه فعلا، وبيدعمنا وبيخلينا دايما نتشجع للامام. نعم. بس طيب لو تسمحي لي يا فندم. اتفضل. احنا مع دعم فخامه الرئيس لينا، لسه الناس ما يعني في ناس منهم ما بيتقابلوناش وما بيدعموناش. في موقف حصل معايا، واحد صديقي اسمه شرف، اظن ان هو كان، يعني حضراتكم تعرفوا عنه نوعا ما، هو خفيف، عنده 11 سنه، صوته بسم الله ما شاء الله حاجه كده، يعني بسم الله ما شاء الله على صوته، جميل جدا، معايا فريق سولو الاوبرا. هو قدم في مسابقه المبدع الصغير اللي بتتبناها او مش شايفه عليها حرم السيده انتصار السيسي، حرم فخامه الرئيس، وكسب فيها المركز الاول على اولاد نورمان، لان هي ما فيهاش ذوي احتياجات ونورمان. كله بصوته. هو كسب فيها مركز اول على ذوي احتياجات، على نورمان، سوري. يعني ما فيش فرق، هو كسب طبعا بموهبته، ما فيش فرق بين هنا ذوي همم او اي فئه تانية. طيب مهند، انت كان ليك كلمه مهمه جدا. خلينا معلش معلش، طب ممكن اقول حاجه؟ اتفضل يا مهند. بالليل المفروض ان في لقاء تلفزيوني في برنامج توك شو شهير، واستضافوا الولد اللي كسب معاه المركز الاول مناصفه، والبنت اللي خدت المركز الثاني، وتجاهلوا شرف تماما. نعم. بص يا مهند، يمكن فعلا فضل زعلان جدا وحسب ان هو قليل، حتى انا قلت له يا شرف لا. بص يا مهند، يمكن يعني احنا دايما دايما طلباتك بتكون يعني زي ما اقول كده ايه، اوامر، واحنا هنتواصل معاك وهناخد رقمه وهنجيبه عندنا هنا في صباح الخير يا مصر. لكن انا عاوز بس دلوقتي يا مهند نفكر الناس بالكلمه بتاعتك امام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي طلبت فيها تدريس ماده الاخلاق. حضرتك فخامة الرئيس، قلت ونفذت، وفعلا مادة احترام الآخر بدأت تدرسها السنة دي في جميع مدارس مصر. شكرا لحضرتك يا فندم. مهند، بما انك انت راجل يعني كده احلامك ما شاء الله بركة وبتتحقق على طول، في حلم تاني النهاردة؟ انا معاك في المسلسل الجاي. شد حيلك يا مميز.